السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق جيم للصف الأول الإعدادي الترم الثاني إن شاء الله. نحل أول امتحان للأزهر، أول امتحان للأزهر اللي هو في صفحة 135، المحادثة. هو بيدي هنا أربع كلمات، بختار منهم أربعة، هم الأربعة صحيح بس برتبهم. شودنت يعني لا ينبغي، صام يعني بعضة، هول يعني حفرة، و first يعني أول شيء أو أول. I'd like to grow a tomato plant. أنا عايز أزرع ثمرة طماطم. What should I do first؟ إيه أول حاجة أنا أعملها؟ هيقول له first أول حاجة تعملها كذا. بدي number one. Find a sunny place in the garden. هات مكان مشمس في الحديقة. Like this، هل زي ده؟ قال له yes that's right، نعم عندك حق. Second the ground، نقاط have many stones in it، يبقى shouldn't، يبقى number two تبقى shouldn't، ينبغي ان الارض ما تكونش فيها صخور او طوب. بعد كده قال له okay what should I do after that، ايه اللي انا اعمله بعد كده؟ then make a small، اعمل ايه in the ground، في الارض، يبقى اعمل حفره، يبقى hole number 3، يبقى hole. السؤال الرابع about 2 سنتيمتر next next put بقى اللي فاضله not put some، يبقى دي number 4، ضع بعضه. بعد كده في سؤالين برضو محادثة. What does an accountant do؟ ماذا يعمل؟ ايه يعني شغلانة المحاسب؟ المحاسب بيشتغل مع المال اللي هو في المال، يبقى اقول he works with money، هو بيشتغل في المال. بعد كده هكون سؤال. No I visited the Egyptian museum. فيزيتد في زمن الماضي وهنا نو، يبقى الفعل المساعد هنا هيبقى ديد والاي يتحول الى يو، مش كده؟ وقال له هنا لا انا زرت المتحف، يبقى هو قال له انت زرت حاجه تانيه غير المتحف، فقال له لا انا زرت المتحف. فاي حاجه احنا هنحتاجها عادي، ديد يو فيزيت مثلا زازو، هل انت زرت حديقه الحيوان او اي مكان يعجبك، ذا سينما مثلا عادي. لا قال له انا رحت الايه المتحف المصري. بعد كده هنوصل صح كده الـ A بالـ B. The oldest museum in Cairo، أقدم متحف في القاهرة. More than 160,000 cars، 160,000 سيارة. The curtains are، الستائر هي. A shark uses more than، السمكة القرش بتستخدم أكثر من. An architect is a person، المهندس المعماري هو شخص. أول واحدة made of wool، مصنوعة من الصوف. هو designs buildings، هو بيصمم المباني. cross the bridge every day، بيعبر العربية الكوبري كل يوم. opened in 1835، افتتح سنة 1835. sick people's teeth، اللي هي sick people's teeth اللي هي أسنان الناس المريضة أو أسنان المريضة للناس. بعد كده 20,000 teeth in its life، 200,000 صح كده ولا ايه؟ 20,000 teeth in its life، 20,000 سنة في حياته. تمام، يبقى the oldest museum، يبقى الميوزيوم افتتح سنة 1835، يبقى نمبر دي، يبقى نمبر 1 بالدي، عشان مش تعود بس على حل الأزهر، يبقى نمبر دي. بعد كده السؤال الثاني more than، قلنا 160,000 cars، cars عربيات، يبقى بتعبر الكوبري، يبقى دي number C، يبقى 2 تبقى number C. بعد كده السؤال الثالث the curtains are، the curtains اللي هي الستائر مصنوعة من الصوف، اللي هي الإجابة رقم A. هنا برضو السؤال الرابع a shark uses more than، اللي هي الأسنان، يبقى number F، يبقى 4 بالF. بعد كده an architect is a person، اللي بيصمم المباني، اللي هو نمبر بي. بعد كده ال passage هنا على طول what is passage about، القطعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن المتحف البريطاني اللي هي في أول حاجة خالص، أول حاجة في السطر. السؤال الثاني how many visitors go to the British Museum every day،
every year كم واحد من السياح أو الزائرين بيزوروا المتحف البريطاني؟ هم 30 مليون ولا نشوف كده about 6 مليون، لا 60 6 بس 6 مليون visitors go there every year. يبقى في السطر التاني اللي هي في الآخر خالص اهيت اللي هو 6 مليون، ودي نمبر 2 6 مليون زائر. بعد كده أسئلة الاختيارات اللي هو حجر رشيد، حجر رشيد تم يعني وصل المتحف امتى؟ دهوات سنة 1802 يبقى 1802 1802 أو 1802. السؤال الرابع The British Museum has more than، المتحف البريطاني في كام شيء؟ اللي هو 13 مليون، 13 يبقى 13 وقدامها 6 أصفار يبقى الإجابة رقم B. بعد كده السؤال الخامس هيروغليفيكت، اللي هي هيروغليفيكس اللي هي اللغة الهيروغليفية، هي لغة يبقى لانجوج، الإجابة رقم C. بعد كده الاختيارات هاو نقاط از ذا كايرو الكسندريا ديزرت رود، رود يبقى طريق يبقى ماشي كده يبقى كده لونج، أو لونج كم طول أو كم المسافة. This is the نقاط popular book in the library، هنا طالما في ذا يبقى أنا هجيب صيغة تفضيل، صيغة التفضيل اللي هي least، الإجابة رقم إيه. السؤال الثالث we learned a lot about the earth and the moon at the يبقى planetarium، إحنا بنتعلم عن الكواكب والأرض والنجوم يعني في إيه كله، كل اللي هي اللي هي مرض القبة السماوية، الإجابة رقم بي. بعد كده السؤال الرابع، السؤال الرابع بسملة نقاط لانش، لانش اللي هي الغداء بتاخد فيرب هاف، وهنا لاست يبقى انا جبت لاست بتدل على المود البسيط يبقى اجيب التصريف الثاني من هاف يبقى هاد، الاجابه رقم ايه. السؤال الخامس هيز شيب سانك، سانك يعني غرقت السفينه، زير واز ا تريبل ستورم كانت في عاصفه فظيعه يبقى كده دي السبب يبقى بيكوز، الاجابه رقم ايه. السؤال السادس اور ان نقاط هاز ايت ليجز، عندها 8 رجول يبقى الاكتوبوس اخطبوط، الاجابه رقم بي. بعد كده السؤال السابع وين يو كروز رود يو نقاط لوك ليفت اند رايت، يبقى يو ماست انت لما تيجي تعدي طريق لازم تبص شمال ويمين او يسار ويمين، طبعا بنقول على يسار شمال في البلد بتاعنا يعني. A scientist is a person، person يبقى عاقل يبقى هو الذي. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال التاسع your grandmother doesn't like fish، وبعد كده شيء يبقى كده سؤال مزيل، طالما هنا doesn't منفيه بخليها does مثبته بالاجابه رقم ايه. السؤال اللي بعد كده العاشر نقاط is something you sleep in when you go camping، يبقى التنت هي الخيمه اللي بتنام فيها لما بتروح تعسكر. بعد كده أسئلة التصحيح you must walk on the grass، يبقى you mustn't لا ينبغي أو لا يجب عليك إن أنت تمشي على العشب. السؤال الثاني when did Dina's birthday، Dina's birthday يبقى هنا هحط was لو هي زمن ماضي أو is الاتنين ينفعوا، بس يفضل طبعا was عشان أحافظ على معنى على زمن الجملة، الجملة هنا did بتدل على الماضي يبقى فهي was. متى عيد ميلاد Dina's أو متى كان عيد ميلاد Dina's، هنا متى عيد ميلاد Dina وهنا متى كان عيد ميلاد دي. السؤال الثالث they are really enjoying، طب هنا زي بعوض عنها في الضمائر المنعكسة لازم سيلفس. بعد كده السؤال الرابع هنا في في الاخر همس استفهام وهنا we will فاقلبها بس يبقى will you will we ولا ايه will we. بعد كده السؤال الرابع الاخير الخامس يا ربي that mountain was more high، لا هاي تبقى higher بس كده هتلاقي ار لأنها سفها قصيرة مش طويلة.